شفتي اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه. معي الان الشهير الزريقه اللي دائما ما كيتكلم في مواقع التواصل الاجتماعي وكيدخل على خط العديد من المواضيع اللي كتهم الراي العام. طبيعه الحال موضوعنا اليوم موضوع السرقه وبين قوسين الكريساج، يعني بالخصوص في الاونه الاخيره كثرات السرقه بالدراجات الناريه، وكذلك باستعمال اخر اللي هو استعمال الكلاب الشرسه اللي كيخرجوا بهم. كتلقاي يعني واحد ساكن غير في بيت مع والديه ومربي مع ذلك كلب، علاش؟ لانه كيخرج كيستعملوا في اعمال مشبوهه. تفضل اخويا زريقه، خذ الميكرو، شنو الراي ديالك في هذه الظاهره؟ غنهضرو حنا كشعبيه على الظاهره ديال الدراجات الناريه على صعيد ولايه الدار البيضاء الكبرى. هاد المناطق الشعبيه ما نقدرش نقول المناطق فلان، هما كتسمى ولايه الدار البيضاء الكبرى. انا اللي بغيت نعرف ما خدامش وعندو موطور كيدير مليون و 40000 ريال او مليون، ما دخلش مليون ونص ديالو. ما يمكنش واحد ما خدامش وعندو موطور مع عائله. دابا السؤال ليه جاوب باش نكونو منطقيين. واحد خدام كيمشي الصباح بكري للمرسى كيترزق على ولادو باش يشري الحوت ويوصل الساكنه المأكولات ديالها، كيكريسو في الطريق مول الحوت مول الخضره مول الدجاج. على هاد البراج نقول هاد المنطقه هاد البراج مبغيتوش تحشمو شويه. ملي كيشدو رجال الامن تحيا رجال الامن كيديرو الواجب ديالهم في الشكايات اللي كيتوصلو بهم، كيلقاو جاية مو كتخوت في الكوميسار. ولدي ما تيعرف ولدك اشنو داير؟ تي ولدك دا غدا جوج تليل ثلاثة تليل، اش كيدير في ثلاثة تليل؟ اش كيدير في جوج مع الوحدة؟ شاد جوان شاد جوان شاد كارو وجهه زرق. واش ما بغيتوش تحمدوا الله وتشكروا؟ واحد كيف هنا لا كيترزق الله كتكريسو في الطريق. راه ما يمكنش واحد وسط عائلة بحياة شعبية البيت ديالهم يكون جوج ولا ثلاثة وأربعة عندهم موطور كيدير 3 المليون 2 المليون. السؤال كيبقى عند الوالدين، راه الدار البيضاء ولات كتخلع في الكريساج. واش ديما غنبقاو شكايات الامن؟ واش هادشي ما بغيتوش تحشموا منه؟ واش العام اللي جا غنبقاو في هاد الشارع؟ العيد الكبير ها هو جاي على ابوابي، الكريساج ديال مالي الحواله، الكريساج ديال مالي السواق. باش يكونوا عارفين بلي الناس هازين الفلوس. كنصبقوا لكم هاد الرساله، انتباه انتباه السارقه في الاسواق. انتباه السارقة في الكرام، انتباه السارقة في القويسات، انتباه حذاري حذاري. يا مرا كتدفعك يا مرا كتقول لك سمحي لي، انتم عزز عليكم الزحام ديال القيصريات، انتم عزز عليكم الزحام اللي كتكون في الشوقة. انا ما كنقدرش نقول لك شارع قيس مرا كريساوا في شارع حاملة، مرا حاملة شدناها ودنو الجامعة، مرا حاملة كريساها هكاك وكتغوت، شكون اللي غادي يفك؟ بالمطر هادوك الجداد اللي خرجوا. الله يهديكم هاد الوليدات، راه خلقتوا المشاكل لوالديكم. الله يهديكم، راه السرقه ولات كتخلع في المارشيات في السواق في جميع الاماكن العموميه اللي معروفه. يلا دابا وليتي طالع في الطوبيس وخايف، وليتي طالع في الترامواي وخايف. دابا الترامواي ولا بخير وعلى خير، دابا الطوبيسات جاو ولاو بخير وعلى خير. قول لهم الكاميرات، غنقولها صراحه، الجهه المسؤوله بالدار البيضاء قائمه بالواجب ديالها، النقل بالدار البيضاء الحضاري قائم بالواجب ديالها، ما عندي ما يتسالوا. الكاميرا كل حافله كطلع لها فيها كاميرا، راه كاين مرا حامله، كاين اللي غادي مريض، كاين اللي غادي على وليداته، كاين اللي غادي بالمدرسه، كاين اللي غادي للعمل، كاين عنده عده اشياء كثيره. شكرا الجهه المسؤوله ديال الدار البيضاء اللي صاهرين على الحافلات، راه قايمين اكثر من المجهود ديالهم. باش نقول لك صراحه مشوتي انا مغرى اعلامي، ولكن اللي واعره طرقان. انت غادي انت والوالده ولا اختك ولا هذاك انت كيبان كيدير انقطاع ما فيلوش انت اش كيديروا ليهم. ما وقفوش والله لا وقف له. والمشكل خصك تشوف السيفه ديال الوجه ديالو، الا شفتي وجهه وشوف التبرديله اللي لابس وراك لاقيطه بينهم في بلا ما ندخل. اغلبيه كتكيبك صنداله، اغلبيه مو صنداله فاهم، راه كيفهموا رجال الامن بكل احترام. سرقه البورطابلات الصباح، سرقه ديال السيكان. انا كنطلب من الاداره العامه للامن الوطني ووزاره العدل ما ترحموهمش، القانون فوق كل شيء. الله يجازيكم بخير، الا هذا الشيء راه موظفين وموظفات فرنيات اللي خارجه من ماليات المعامل كاين على الكريساج. انا كنضمن الدراجات الناريه رجال الامن اللي كنطلب منكم
الاحترام كمواطن مغربي كالمساكنة البيضاوية، احياء الشعبية والمصانع يمشيو ليها، درجات نادرة التدخل ديالهم ما عندي ما يتسالكم. اش كدير هنا في هذا السيكتور؟ ارا لاكار، اش كدير في هذا السيكتور هنا؟ من حقه؟ من حقه رجال الامن تعطيه البطاقة ديالو وتحقيق الهوية. تحية رجال الامن. شكرا لك، شكرا لك. غاتشوف تي في راه هاد الشيء راه ولا كيخلع في الدار البيضاء، راه هاد السرقة ديال الدراجات ولات كتخلع، راه احياء الشعبية راه النص فيهم ما كينعسوش بالموطر بالقنابل، وهاد الشيء راه بزاف. انت عريان ما عندك ما عندك حتى باش تكسر وشاري موطور ديال مليون ديال ما خصكش نقولها بحال هكا عريان. يعني عزيزي كيلقى شاري كلب ومربي مع نارو وتالك بلي مستضع السطوحه ديال عباد الله، دراري الصغار كيغوتوا، مصيبه واحد جاي من عمل مع ربعه العشيه كتجي كطلع الناس كطل كتلقى دراري صغار 3-4 سنين كيغوتوا في المنطقه ديالك، تجي تهضر مع مو كيقول لك بالك عا ولدها الصغير في وسط السيكتور كتوقف كتلقاه قدو يلاه بجوج. شوف شوف بكل احترام شوفتي قدك والله عندها 22 عام 24 عام تزوجتو دغيا سعداتكم سعداتكم حق المحكمة عامرة بمشاكل في طاقة ولدك الصغير 3-4 سنين كيزوج الزنقة. شوف التربية بكل احترام بنات العائلة غنية ولا فقيرة متوسطة والله إلا لقيتي ولدك خارج الزنقة خذها مني وتحدى أي واحد. والمصيبة هذيك اللي ساكني الباطي مات ولا خارج ولدك يصدع طاقة الشجالة في 10 الصباح راجل خارج خدام ما عرفش الشجالة دايرين لا نهار كنسمعوه وتا الأذان ما بقيناش كنسمعوه كاع شتي الأذان ما بقيناش كنسمعوه. هادشي غادي بزاف الدار البيضاء ظاهرة الهجوم مولات مدينة الدار البيضاء شتي راه ولا كيخلع. تحية للدريات بنات العائلات المجوجين وعندهم وليداتهم كيخافوا عليهم ولا كيهزهم باهم كيديهم السيارة ولا الأم كديهم كدي بنت الجيران كيديهم حديقة ولا البحر كيفوج داك الوليد كيخليه يغوت ماشي شي غوت قدام السكينة في الطروش شيرو. أنا هاد هاد الرسالة كرسالة لوالديك وشهود الاحترام في الباطيمة أو في المسكان ولا ما أدري عارف اللي كيخرج من المدرسة كيبقى يغوت ولكن بحال شي ناس كنعرفهم أنا والدري من خمس من 6 العشية هو كيلعب ويغوت اللي تا 9:30 الليل 9:30 الليل المكان المسكن ديال اش كتقول سكن مشترك سكن مشترك حشومه. قلت لكم عندكم بورطابلات خصك عندها بورطابل مود ديطاي عندها بورطابل. واش هاد الناس ما كتفكروش شويه؟ راه كاين اللي مريض ما قدرش كاع يخرج يغوت عليكم، كاين اللي مريض في الليل كاين اللي كينوض مع الجر، كاين اللي عنده مرض الاعصاب، كاين اللي عنده السكر، كاين اللي عنده الطونسيون. الامراض كثرت كثيره في الدار البيضاء وبالله عليك اولدي انت شاب شاد كتغوت وفلان وغوت والدري صغار 3 سنين كيغوت. خويا التربيه اللي مربي مقصر كيحترم اللي مربي كتقول لي سير بحق مدينته كيوليو حمرين. والتحيه للاسره امهات المغربيه كل شويه الاحترام لوليدك ماشي كل شيء نص فيهم في المقاريش راه عيال الاستاذ ما يقرر كل احترام رجال التعليم تحيه رجال التعليم راه عيال ما يربيهم قريو قالوا وليداتكم شويه شويه ليكم شويه التعليم شكرا لك لكم شويه الاحترام. شكرا لك خويا زريق الله يحفظك. هذا السؤال اللي طرحتني عليه والله يهدي هاد الوليدات السارقه راه ولات كتكثر. وانا شوف الناس كتخرج كتقلب على طرف الخبز عندها ضريبه عندها النقل عندها بزاف الحوايج عندهم وليدات مدرسه عندهم امراض بزاف بزاف تولي سارقه الموطور. واش غادي نقول لكم الله يهديكم. شكرا لك.